في البيضاء يفضل الأهالي الطعام المطهي بالطريقة البدوية التقليدية القديمة لا سيما في الأعراس. هذا التقرير يرصد جانبا من عادات أهالي البيضاء الجميلة. منذ اكتشاف الإنسان للنار، بدأ بتسخيرها لتلبية احتياجاته اليومية، فبدأ باستخدام الحطب لطهي الطعام، ومع مرور الوقت وتطور العلم، أصبح الناس يستخدمون وسائل حديثة للطهي، إلا أن البيضاني ما زال يفضل الأطعمة المطهية بالطريقة التقليدية. الحطب سلك على جلبه ويجيها على المحضر وسلك قربه بس يا من رماد طيب وبس كلها مدلي هاي تبع ما يا قاعدها ما اعرف شيء ينجح عليها جاز ينجح عليها كرم ينجح عليها لحم ينجح عليها كل حاجه وجلادب وربا وبران شاري على ما محضر كيف. وبطبيعه الحال ان الانسان يتاثر بالبيئه المحيطه به، لا سيما الناس الذين يعيشون في المناطق البدوية، كما هو الحال في كثير من المناطق في محافظة البيضاء، ويعد هذا من أبرز الأسباب التي تجعله متمسكا بهذه العادات والتقاليد. توجهات الناس على الأكلات البدوية ذات الطابع البدوي يعني الريفي، هو دقيق البحر واللحم على البحر، الدقيق المندي واللحم المندي اللي يقطع الحطب، يعني بنكهة ريفية، لأنه أصحاب البيضاء يعني مدينة البيضاء معظمهم ريفيين، لذلك ركزنا على أن نعطيهم وجبات ذات طابع ريفي. طبعا يعود سبب تفضيله في بناء محافظة البيضاء للطعام المطهي بالطريقة التقليدية ذات الطابع البدوي إلى البيئة البدوية البيضانية التي نشأون فيها. بالرغم من تطور أساليب الطبخ الحديثة إلا أنهم لا زالوا يفضلون هذه الطريقة، طهي أو طبخ المأكولات على الجمر أو الحطب، ولأن الطبيعة البدوية تؤثر في المجتمع البيضاني في العادات والتقاليد وغيرها، فما زالون يفضلون هذه الطريقة عن غيرها للطبخ. يفضل الناس هنا الطعام المطهي بالطريقة التقليدية ذات الطابع البدوي، مثل اللحوم التي يتم طبخها أو شويها على الحطب أو الفحم، لا سيما في الأعراس والمناسبات، بالإضافة إلى القهوة البيضانية وأقراص الشعير والشاي والزاد. تباخة الحطب لأنها صحة وعافية وآية من آيات الله أنزلها، آية من آيات الله في محبة الإنسان، في محبة الإنسان ورحمة ومعونة تعينه في حياته. أما بالنسبة للغاز والمواد الكيماوية هذه جات يعني ما هي في صالح الإنسان، وخارجة عن العادات، خارجة عن العادات حقنا وحق الآباء والأجداد، ونحن على سيرتهم إن شاء الله نظل في هذه السيرة. والله الحطب يعني من يوم خلقنا وإحنا نستعمل بحطب، يعني والحطب أحسن شيء الأكل حقه والعيش، يعني أحسن من دباب الغاز، يعني عيشته لها مذاق والشاي حقه له مذاق وكل حاجة له مذاق. يعتقد الرجل البيضاني أن الطعام المطهي على الحطب صحي وذو نكهات خاصة، بالإضافة إلى أنه يعتبرها من الموروثات البدوية، وما زال متمسكا بها حتى اللحظة.